ما دام الأهلة كانت قبل كده تأمل في سفر التكوين، كان رائع جدا، خد كده كم نقطة حلوة، كم فكرة جديدة علينا، وكانت حلوة بصراحة. النهاردة هتدينا قصة صغيرة قوي وتأمل عليها برضو بآيات من داخل الكتاب المقدس. هنبتدي الأول بقصة صغيرة ونشوف هنخرج منها بهدف إيه. كان مرة في واحد راجل غني قوي، الراجل ده كان معاه ذهب وفضة وفلوس كتير قوي. وقف مرة في البلكونة وقعد يرمي على الناس كل اللي ماشي تحت البلكونة، مرة ذهب ومرة فضة ومرة فلوس. كل اللي ياخد قطعة ذهب ياخدها ويمشي، يلاقي قطعة فضة ياخدها ويمشي. ما فكرش ولا واحد من الناس دي يرفع وشه لربنا كده ويقول له شكرا، يرفع وشه للراجل ده ويقول له ايه كتر خيرك شكرا. كل اهم الناس ان هي تاخد الفلوس والذهب والفضه وتروح ايه ماشيه. جه مره فكر الراجل ده وقال ايه، طيب انا بدل ما احضر لهم فضه وذهب وفلوس، طب المره دي انا هحضر ايه، هجيب طوب صغير وحجاره صغيره وابتدي ارميها عليهم واشوف رد فعل الناس دي هيكون ايه. وفعلا في اليوم الثاني جاب طوب صغير وحجر صغير وبدا يرمي على الايه، على الناس. اول ما يرمي الطوبه ولا الحجر راحت الناس عملت ايه بقى، قعدت تصرخ ترفع وشها فوق كده وتقول للراجل ده ايه اللي بتعمله فينا ده، انت عايز تعورنا، انت عايز تاذينا، انت بترمي علينا طوب ليه وحجر ليه. كل ما يرمي الناس تصرخ وايه وترفع وشها وتبص. الراجل استغرب قال لما انا اديت لكم الفلوس والذهب والفضه ما فيش ولا واحد فكر ان هو يرفع وشه ويقول لي كتر خيرك يا عم، لا ما فيش حد عمل كده. اللي حصل ان الناس اول ما بترمى عليها الطوب والحجاره بدات بقى تصرخ وترفع وشها وتقول له كفايه انت ليه بتعمل فينا كده. نخرج من القصه دي بهدف صغير، ان طبعا مع فرق التشبيه فعلا ربنا بيعمل معانا كده. ربنا بيدينا نعم وخيرات كتير وخير كتير قوي، ولكن للاسف الناس ما بتجيش في الاخر تشكر ربنا. المفروض اول حاجه من النعم اللي ربنا ادهالنا، انا من رايي الخاص اهم نعمه نعمه التنفس بصراحه، دي اهم نعمه. ازاي الانسان يبقى عنده اكسجين الهواء الطبيعي المجاني؟ يعني ربنا ادانا كده، خلق لنا اكسجين مجاني عشان نقدر نتنفس بيه، علشان نقدر نعيش. طبعا في زمن الكورونا والسنتين اللي فاتوا في ناس طبعا كانت بتدفع الاف الفلوس على جهاز الاكسجين الصناعي، وربنا يحفظنا ويبعد عنا كل شر. طيب هو المفروض لازم ربنا يسمح باي تجربه عشان الجا اليه واصرف اليه واصلي له، ولا من المفروض من الطبيعي ان انا اصلي ربنا في كل وقت في كل يوم؟ المفروض اجي اخر اليوم كده واقول له ايه، اشكرك يا رب انك عديت اليوم بسلام، اشكرك يا رب على اللي انت عملته معايا النهارده من كذا وكذا وكذا وكذا. لكن في بعض الناس نلاقي ان الناس عبء الحياه ومشاكل الحياه وظروف الحياه وضغط الشغل على الاباء، نبص نلاقي يعني نلاقي اخر اليوم كده الناس ما بتصدق مثلا ايه انت كلهم ايه نايمه، حتى ما بتقفش تصلي وتقول ايه ابانا الناس. فالمفروض نشكر ربنا على الخيرات اللي هو بيديها لنا، وكمان نشكر ربنا لو ربنا سمح للانسان باي تجربه مشكله او ضيقة او اي حاجه، المفروض برضو ايه نشكر ربنا. وزي ما اتعلمنا او زي ما عارفين في صلاه الشكر، اول كلمه في صلاه الشكر بتقول ايه، فلنشكر صانع الخيرات. يبقى المفروض اشكر ربنا في كل حاجه على الخير اللي هو بيديه لنا. في كمان نقطه الراحه النفسيه، بصراحه راحه البال والراحه النفسيه دي مهمه جدا، يعني دي نعمه كبيره اهم بقى من الفلوس واهم من الوظيفه اهم من اي حاجه. يعني كفايه ان انت تنام كده على المخده وراح وبالك مرتاح ونفسيتك مرتاحه. طيب بنقول فلنشكر صانع الخيرات، وبعدين بنقول ايه، نشكرك يا رب ايه على كل حال وفي كل حال ومن اجل كل حال. نشكر ربنا في كل وقت على الحلوه وعلى المره، كل حاجه من ايد ربنا بتبقى حلوه. لو ادانا تجربه سالب مرض نشكرك يا رب، ادانا تجربه مشكله دي اي حد نشكرك يا رب. طيب
في رسالة الآية اللي بتقول عن الجزء الشكر دوت في رسالة بولس الأهل فيليبي فيليبي في 4:6 بتقول إيه؟ لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طيب بعضكم لدى الله. يعني وقف صلي ربنا وادعي ربنا، اطلب اللي انت عايزه من ربنا، ربنا هيعد ليك، يعني عارف طلباتك ايه هي، وربنا بيعمل ايه؟ بيسمع ويستجيب. ربنا بيسمع ويستجيب، بس انت بقى يستجيب. طبعا احنا كبشر نقول يا رب عايزين دلوقتي، يعني دلوقتي لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده. ربنا عنده كل حاجه في معاييره. في ايه بتقول ايه؟ لكل شيء تحت السماء وقت، في الوقت المناسب هو اللي ربنا اللي ايه بيستجيب لطلباتنا دي. طيب في تامل تاني اللي هو ايه؟ هل يبقى في حاجه يعني بعيده عن ربنا؟ في حاجه بتبقى بعيده عن ربنا؟ مفيش حاجه بعيده عن ربنا. تامل بسيط تاني بيقول ايه؟ في تكوين 17:15، في تكوين 17 لا 15 لا مش موجوده، مش موجوده ابدا. 15 ابونا ابراهيم كان بيقول ربنا قال لساره ايه؟ انت من دلوقتي، كانت الاول اسمها ساراي، انت لا اسمك مش هيبقى ساراي ولكن هيبقى اسمك ايه؟ ساره، بل يسمى ساره. طب هو ايه الفرق بين ساراي وساره؟ ساراي تعني ايه وساره يعني ايه؟ بصراحه انا عارفه حسبي يعني عبارها وعندها، بس انا احب اعرفها. ساراي بتعني اميرتي، ساراي تعني اميرتي، يعني قبل ما ربنا يوعد ابراهيم ان هو ايه يجيب نسل منها كانت اسمها ساراي. لما ربنا قال مش هتبقى اسمها ساراي وهتبقى اسمها ساره، ساره بقى هتبقى ايه؟ هتكون هتحمل وهتكون ام، عشان كده دعيت باسم ساره، ومش هتكون خاصة لإبراهيم فقط ولكن هتكون خاصة للمؤمنين كلهم. ده الفرق بين ساراي وسارة. طيب في 16 بقى ربنا قال لإبراهيم إيه؟ أباركها وأعطيك منها نسلا. أباركها وأعطيك منها نسلا. يا رب، يعني أنت بقى في عطية هنا اللي هتدهني، يعني هتديني بقى نعمة كبيرة، ده انا كنت محروم من الخلفه خالص ومش عندي اولاد، انت يا رب هتديني وتعطيني النعمه ديت وتعطيني العطيه ديت. ما كانش مصدق. طبعا ابراهيم معروف ايمانه قوي، احنا مش بنشك في ايمان ابراهيم، ولكن لما ربنا قال له ان هعطيك اباركها واعطيك منها عطيه، كانت فرحه فوق الفرحه لابراهيم. في الايه اللي بعدها 17:17 بيقول ايه؟ فسقط من الكلام اللي ربنا قاله له، فسقط ابراهيم على وجهه. يعني لما سمع الكلام ده وقع؟ ها؟ لا، هنا مش كلمه سقط يعني وقع، لا، سقط ان هو سجد وقدم شكر لربنا. سقط ابراهيم على وجهه ان هو سجد وقدم شكر لربنا. طيب سقط ابراهيم على وجهه وبعدين عمل ايه؟ فضحك او ضحك من قلبه او في قلبه. وضحك في قلبه. طب الضحكه هنا اللي من القلب دي دليل على ايه؟ ضحكه ابراهيم دي دليل على ايه؟ دليل على الاستغراب وعلى الدهشه، الدهشه من شده عطيه ربنا، وكمان على الفرحه. الانسان لما يكون فرحان بيعمل ايه؟ بيعيط ولا بيضحك؟ اكيد بيضحك. فهنا ضحكه ابراهيم بتدل على الايه؟ على الفرحه. وضحك ابراهيم في قلبه. قعد يقول في نفسه كده، معقول يا رب انا عندي 100 سنه وساره عندها 90 سنه، هل يا رب هتدينا عطيه في السن اللي احنا فيه دوت؟ هل يولد لابن 100 سنه وهل تلد ساره بنت 90 سنه؟ يعني كلام كان فيه استغراب ودهشه وفي نفس الوقت فرحه كبيره جدا. دي ضحكه ابراهيم فين؟ في قلبه، مش كانت ضحكه من على الظاهر من بره، لا. يجي بعد كده هو في الاصحاح اللي بعده 18:10 بيقول كده، ربنا بيقول لابونا ابراهيم ايه؟ بيقول له وسيتكون لساره امراتك ابن، ستكون لساره امراتك ابن. طيب ساره كانت في الوقت ده وكانت فين؟ هل في الاوضه الثانيه؟ هل كانت نايمه؟ هل كانت فين؟ كانت واقفه وسامعه في باب الخيمه. لما ربنا كلم ابراهيم ساره كان مكانها فين؟ كانت واقفه وسامعه في باب الخيمه وهو
وهو وراءه. تمام؟ طيب سارة سمعت الكلام دوت، انت يا رب هتدي لابراهيم ابن او هتديني انا ابن، طب ازاي؟ طب عملت ايه بعد كده سارة؟ الآية اللي بعد كده في تكوين 12 بيقول ايه؟ ضحكة سارة في باطنها. خلي بالنا، ضحكة ابراهيم كانت في قلبه وضحكة سارة في باطنها. باطنها يعني ايه؟ يعني من الداخل. ضحكة سارة في باطنها، قالت في نفسها، اقول الكلام اللي قالته في نفسها وبعدين اقول الايه. ايه ده يا رب؟ ده معقوله بعد السن ده كله هتديني ابن؟ لا انا مش مصدقه. معقوله؟ ضحكة سارة هنا قائله ايه؟ أبعد فنائي يكون لي تنعم وأنا قد شخت؟ يعني بعد السن الكبير ده كله يا رب، بعد السن ده كله. نعم. وسيدي كتشيخ، أسف، وسيدي كتشيخ، يعني بعد السن ده كله يا رب هتديني ابنه. حتى سيدي إبراهيم عنده 100 سنة وهو في شيخوخة، وأنا كمان برضو عندي 90 سنة. يعني السن ده طبعا معروف إن المرأة استحالة إن هي تحمل أو تلد. يبقى ضحكة سارة هنا كانت من الداخل. طب لما ضحكت، هل كانت فاكرة محدش شايفها؟ محدش سمع ضحكتها؟ محدش دريان بيها؟ لا طبعا، ربنا كان شايفها وحاسس بيها وعارف هي فكرت ازاي وعارف هي قالت ايه وايه الاسئلة اللي كانت بتدور حواليها. طيب الآية اللي بعد كده هو في 13 بيقول ايه؟ فقال الرب لابراهيم، لماذا ضحكت سارة؟ هي سارة بتضحك على ايه؟ قائلة، أخي بالحقيقة قالت وأنا قد شخت. إيه ده؟ هو أنت يا رب، سارة بقى تفكيرها، هو أنت يا رب عرفت اللي جوايا إيه عشان كده بتقول؟ إزاي أنا هلد بالحقيقة قالت وأنا قد شخت في السن ده؟ يعني ربنا عارف اللي جوا سارة إيه؟ طبعًا. ربنا كده بيقول لنا في الكتاب المقدس ايه؟ فاحص القلوب والكلى، عارف كل شيء، عارف كل واحد فينا اللي بيفكروا من الباطن في ذهنه في فكره. انت انا بفكر في ايه وعايز اعمل ايه وكل حاجه. انا متهيألي ان محدش سامعني وحد عارف عني حاجه، لكن ربنا فاحص القلوب والكلى وعارف كل حاجه وعارف اسرار ساره كلها. طيب علشان ربنا يطمن ساره وابراهيم، كل دي أسئلة وحوارات بتدور، نبص نلاقي ترتيب آية 14 تكوين 14 على طول الآية اللي بعدها الإجابة على طول رد الأسئلة دي كلها والحاجات اللي كانت بتدور في ذهنهم. هل يستحيل على الرب شيء؟ يعني الآية دي جت في مكانها المظبوط. هل يستحيل على الرب شيء؟ طبعا لا، مفيش حاجة بعيد عن ربنا واستحالة على ربنا، ربنا في إيده كل شيء. يجي في آية 15 نبص نلاقي ايه؟ لسه السؤال بتاع ابونا ابراهيم بيسأله سارة، هو انت ضحكتي ليه؟ لماذا ضحكت سارة؟ هو انت بتضحكي على ايه سارة؟ هل تفتكروا بقى سارة هترد وتقول ايوه يا رب انا كنت بضحك؟ لا طبعا. عملت ايه؟ فأنكرت سارة قائلة لم اضحك، انا ما ضحكتش. هي فاكرة ان هي ما حدش شافها ولا عارف ان هي ايه؟ ان هي ما ضحكتش، لكن أنكرت سارة. طب إنكارها دوت ليه؟ ده بيدل على إيه؟ إنكار سارة هنا بيدرك إن حست إن في المتكلم اللي كان بيتكلم ده شخص إلهي، عارف كل حاجة عنها، عارف اللي في قلبها إيه، عارف اللي في باطنها إيه، عارف كل حاجة عنها. عشان كده أنكرت وقالت، يعني حست في نفسها لا أنا ما قلتش كده، أنا ما ضحكتش، مين اللي قال لكم إن أنا ضحكت؟ فأنكرت سارة وقالت إيه؟ لم أضحك. لكن ربنا عايز يأكد عليها ويقول لها لا أنا شوفتك وعارف اللي جواكي. في نهاية الآية بيقول إيه؟ فقال بل لا بل ضحكت، لا أنت فعلا إيه؟ ضحكت. يبقى التأمل الأولاني دوت اللي هو هل يستحيل على ربي شيء؟ طبعا ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا. التأمل الثاني بسرعة جدا، لما بمناسبة صوم العذراء كل سنة طيبين، نبص نلاقي في لوقا 1:31 لما جه الملاك إبراهيم بشر العذراء مريم وقال لها إيه؟ ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. طب إزاي؟ طب أنا عذراء بتول لم أعرف رجل، طب إزاي لن أحبل ولد؟ يجي بقى في آية 34 الملاك يرد عليها ويقول لها، هي الأول كانت هتقول إيه؟ قد
لا هي العذراء كانت ترد وتقول ايه، كيف يكون هذا ولست اعرف رجلا، 34، كيف يكون هذا ولست اعرف رجلا؟ طب ازاي؟ يجي الملاك بقى يقول لها ايه في 35، الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك، ولذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. يعني ما تخافيش، الروح القدس هيحل عليك وقوه العلي تظللك. طيب الملاك هنا بيقدم دليلين بصدق كلامه للايه للعذراء، بيقول لها ايه؟ اول دليل اللي هو بشاره العذراء بميلاد السيد المسيح، الدليل الثاني اللي هو قال لها ايه كمان؟ هوذا اليصابات في 36، هوذا اليصابات نصيبتك، هي ايضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو شهر السادس لتلك المتعوبه عقره. كمان اليصابات حامل، اكيد العذراء قعدت تفكر شويه كده وتقول كده، طب انا حبل وقالي، طب واليصابات هي كمان حامل وكمان ايه سنها كبير في سن شيخوخه، طب ازاي؟ اكيد قعدت تفكر كده. نبص بقى نلاقي تأكيد للكلام ده، برضو ترتيب الآيات ترتيب عجيب. نبص نلاقي في الآية 37 يقول إيه؟ ليس شيء، لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله، مفيش حاجة بعيد عن ربنا، مفيش حاجة بعيد عن ربنا. أنت في سن الشيخوخة مش هتقدري تخلفي، لكن أنا قادر على كل شيء، أنا هقدر أعمل كل شيء. ده التأمل التاني. طيب نبص نلاقي حته صغيره خالص في قصه ايوب، كلنا طبعا عارفينها، ربنا عمل فيه ايه؟ خد منه العيال واداله المرض، يعني قصه كبيره. في نهايه الاصحاح 42:2 بيقول كده في ايوب ايه؟ بيقول لانك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. يعني انت يا رب اللي في ايدك كل حاجه، انت اللي في ايدك كل شيء وبيدك تعمل يا رب كل شيء، وما فيش حاجه بعيده ولا استحاله عليك. قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. طيب يبقى في النهايه خالص عندنا دلوقتي ثلاث ايات اللي هو اول ايه، هل يستحيل على الرب شيء؟ ليس شيء غير ممكن لدى الله. الايه الثالثه، قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. طيب يبقى الانسان الروحي المفروض يشكر ربنا على كل شيء، على نعمه ربنا، وان ربنا قادر على كل شيء. في اخر ايه بقى في رساله روميا 8:28 بيقول ايه؟ كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. كده خلاص مش في بس كلمه نسيت اقولها، ضحكه ابراهيم وضحكه ساره، عشان كده لما ربنا اداهم اسحاق، فاسحاق تعني معناها ايه؟ معناها الضحك. ماشي، شكرا.